أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مما لا يخفى عليكم أنه لا يتم الخروج على السلطان بالسيف إلا وقد سبقه خروج بالقول، فهل حكم من خرج بالقول مثل حكم من خرج عليه بالسيف؟ لا، من خرج عليه بالسيف يقاتل، وأما من خرج بالقول فقط فهذا يؤدب ولا يقتل، ما يقتل، وإنما يؤدب ويمنع من الكلام، يمنع من الكلام في المجالس أو في الأشرطة لئلا يضل الناس، أما القتل لا، ما يقتل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.